محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي 16 للمجلس الوطني الاتحادي. محمد بن زايد يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. محمد بن راشد يتوج أبطال تحد القراءة العربي. انطلاق أعمال منتدى المعلمين الدوليين قدوة 2017. لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد عدداً من المشروعات التنموية في الدولة بقيمة إجمالية وصلت ل 213 مليون درهم. سبع سينمائيين واعدين يحصدون جوائز الشارقة السينمائية للطفل. جوائز مالمو السينمائي للإمارات ومصر والمغرب. لغتي تثري مهرجان مواهب وإبداعات الشارقة. الكندية الدولية تمنح الجسم الدكتوراه الفخرية. نجمة بوليود نيها بهاسين تحتفي بديوالي في أبوظبي. كيدز كلاب أول برنامج إذاعي يقوده أطفال.